يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. طبعا النهارده كان في ظواهر كتير جدا، ابتداء من برق ورعد ومطر، وطبعا كمان ظاهره مهمه جدا وهي ظاهره كسوف الشمس، وهو الكسوف الثاني او كمان الاخير على فكره لعام 22، ومش هيتكرر رؤيته في مصر الا ربنا يدينا ويدي حضراتكم طولة العمر الا في اغسطس 2027. نتمنى ان يكون الناس تابعت الكسوف ده، وتكون اهم حاجه اتبعت كمان التعليمات بانها ما تبصش للشمس بالعين المجرده او بالاساليب التقليديه المؤذيه للعين. خصوصا المعهد القومي للفلك فتح ابوابه بالفعل الصبح للجمهور بالمجان من الساعه 12 الظهر، وده كان لمتابعه ظاهره كسوف الشمس، ووفر اجهزه كتير مخصصه للجمهور مزوده بمرشحات ضوئيه خاصه. وكل طبعا الظواهر النهارده اللي هي برق ورعد ومطر كانت مصاحبه لحر، يعني حاجات غريبه جدا جدا بتحصل دلوقتي. على كل الاحوال ربنا يسلم دايما، ونخلي بالنا من نفسنا ونبقى جاهزين بكل حاجه للاربع فصول الخاصه بالسنه اللي بتيجي في نفس اليوم. ايه رايكم بقى نبدا حلقتنا النهارده ونروح لموضوعنا، موضوع فقرتنا الاولى النهارده؟ والفقرة الأولى النهاردة بنحاول نوصل فيها لإيه الفرق ما بين الحب والتعلق المرضي. الحب عارفينه، لكن إيه التعلق المرضي ده؟ وليه ممكن ننخدع بالناس ونختار الشخص الغلط؟ إزاي كمان نقدر نتخلص من العلاقات اللي بيقول عليها علاقات مسمومة، علاقات مؤذية تدمر الحياة؟ النهارده ضيفتنا هي المعالجه النفسيه دكتور وفاء شلبي. دكتور وفاء برحب بيكي معانا. اهلا بيكي. طيب الحب متهيألي يعني الناس لما بتحب حد، حد بيحب حد بيعرف ان هو الشخص اللي قدامه ده بيحبه او له عنده مشاعر خاصه بيه، لكن هل صعب اننا نعرف اننا في علاقه مسمومه او في مشاعر مسمومه داخله علينا، ولا مستحيل نعرفها؟ لا مش صعب خالص. يعني زي ما الأمراض الجسدية لها كريتيريا أو لها معايير بتقدري تشخصي وأعراض، برضو العلاقات المؤذية على فكرة لها أعراض، وانت بتقدري تعرفي الشخص ده انه مؤذي او مش مؤذي. فكره بقى انه في بعض الناس تتجاهل العلامات دي عن عمد وما تركزي معاها علشان عايزه العلاقه تمشي او تحاول تلصم العلاقه، ده شيء. وكون ان انا ابقى انسايتد او ابقى مستبصره بالحاجات دي ده شيء تاني. أوكي. لكن هي ليها علامات داله عليها بتعرفي ان انت في علاقه مؤذيه. على فكره انا دايما بقول اللي بيسال انا في علاقه مؤذيه زي ولا لا يبقى مش مرتاح، هو في علاقه مؤذيه يبقى مش مرتاح. بالظبط. فهي ليها هي طبعا ممكن ما تكونش مؤذيه ولكن تكون ضاره، وفي فرق ما بين الايذاء والضرر، لكن الاثنين احنا مش عايزينهم. يعني بالزبط. لا علاقه ضاره ولا علاقه الضرر ايذاء. الضرر برضو نوع من انواع الايذاء، بس فكره ان انا ما بقاش مرتاحه طول الوقت، ان انا طول الوقت ابقى بسال اسئله ملهاش اجابات، طول الوقت انا الطرف الثاني ممكن يكون بيقلل مني او بيقلل من اي حاجه بعملها، طول الوقت انا في موقف تبرير، انا مضطره ان انا ابرر كل حاجه، طول الوقت مشكوك فيا، طول الوقت انا مدانه متهمه، مفيش وقت اعمل اي انشطه او اي اهتم باي اهتمامات او هوايات او مستقبلي قد ما انا مهتمه بالشخص التاني، حياتي متمحوره حواليه. أيوة. عمل ايه، راح فين، جه منين، بيعاملني ازاي، طب في حد في حياته، طول الوقت انا قلقانه في حاله قلق. واكيد الحب الطبيعي السوي بيخليكي في حاله نفسيه لطيفه. مش بيخليكي عينيكي في وسط راسك وطول الوقت انت قلقانه وطول الوقت خايفه، اكيد بيبقى مطمئن اكتر يعني. طيب دلوقتي بننخدع شئنا ام ابينا بالمظاهر شويه، لكن احنا مش عايزين ننخدع بالمظاهر ونشوف ثرو، يعني نشوف خلال الشخص. هل بيبقى في دوافع شخصيه بنقنع بيها نفسنا علشان ننخدع بالمظاهر؟ يعني بمعنى اصح كده، هل احنا ممكن نكون احنا السبب في التعرض للعلاقه المسمومه دي؟ ده حقيقي. مفيش حاجه بتمشي اعتباطا ابدا، لازم يكون في سمات شخصيه للضحيه، عشان كده هي زي ما بقول كده يعني رشقت في الحد المؤذي ده. ما ينفعش ان هي تبقى شخصيه سويه وفي الاخر هو، على فكره هي لو شخصيه سويه وهو عرفت حد مؤذي هي هتنتبه.
هتفهم، لان احتياجاتها مختلفه، احتياجاتها صحيه. هي بس ممكن هو يكون بيجيد التظاهر طبعا، وممكن هو علشان كده بيجيد الخداع. وعلشان كده انا بصنف ساعات نوع من المؤذين ان نفسهم طويل. ايوه ده اخطرهم. لان انت بعد ما بتدي الامان وبتاخدي احتياطاتك قوي وبتعرفي انه شخص كويس جدا وخلاص مش مؤذي، انت بيبدا الخطر بتاعه والإزاء بتاعه يظهر متاخر. بعد ما تكوني اتعلقتي واديتي له فرصه يدخل حياتك، فده اخطر نوع. وده على فكرة أكتر نوع عنده شعور بالدنيا، لأنه قد إيه بيتفنن في الإزاء. لأنه على فكرة المؤذين دول عندهم مشاكل مع سبق الإصرار والترصد. صح؟ طيب إيه، نتكلم بقى عن المؤشرات، لكن الأول عايزة كده أحط عناوين عريضة. مين هو الشخص المؤذي؟ يعني لما يكون مثلا رجل غيور، خلي بالكم إحنا في ست الستات، فإحنا بنتكلم من وجهة نظرنا، إحنا عايزين نحمي نفسنا يا دكتور وفاء، صح؟ عشان ما حدش يقول علينا متحيزين. بالظبط، ده مش تحيز، ولكن ده طبقا لإن إحنا في ست الستات. الراجل الأخطر عيب اللي هو إيه؟ غيور، عدائي، بخيل، يعني مستهتر، ايه العناوين العريضه اللي عايزين نتجنبها، يعني اللي لسه بيقبلوا على حياه؟ اوكي، هو انت قلتي كل حاجه، دي كلها حاجات وحشه، بس اخطر حاجه، تعالي نبدا بالاخطر فالخطير. بصي، الاخطر انا بحس انه من وجهه نظري، يعني انه هم كلهم على ليفل واحد، بس يمكن الاخطر الحد ممكن العدائي. لان انت ما بتعرفيش تتنبئي بتصرفاته او المستقبليه اللي ممكن يعمل عنيف، يعني انه ممكن يكون عنيف. لانه بيعبر عن وجهه نظره دايما، يمد ايده او ان هو يشتم او ان هو يطلع اي نوع من انواع العداء، فممكن ده يكون اخطرهم. لان البخيل خلاص انت بتبقي عارفه اخر الموضوع ايه، يعني تعرفي ازاي تتعاملي معاه اذا كان ده يناسبك او لا. وممكن بيبقى بخيل في حاجات تانية، بس انت ادرى انت احتياجاتك ايه. لكن العدائي ده انت ما بتبقيش عارفه تتنبئي برد فعله، لانه طبعا ممكن يكون في حاجات هو بيبان ناعم قوي ولطيف قوي، وبعد كده الوش التاني بتاعه يظهر. فالفكره فكره كمان الالفاظ، بنات كتير بتعدي فكره انه يقول لها انا هضربك، انا هموتك، انا هعمل مش عارف ايه، او هذبحك، او هعمل مش عارف ايه. يعني مجرد التعبير بالالفاظ دي ده جرس انذار. لسه بقول لك مفيش حاجه بتمشي اعتباطا. يعني لازم يكون الالفاظ اللي انا بقولها بتدل على نفسية تصرف. عندي شكلي الخارجي له دلالة نفسية عندي. تصرفاتي وكلامي وهفواتي وزلات لساني نفسها اللي أنا بقولها كده بشكل عفوي، أو تصرفاته مع الغير قدامي. بالظبط. يعني أنا ما أقدرش أعدي إن حد مثلا بيهزأ الويتر أو بيزعق له في مكان عام، وممكن يكون يعني ما هو يقدر ياخد حقه بشكل يعني مختلف أو راقي حتى لو كان غلط. فالفكرة إن ما ينفعش البنت تعدي الساينز دي. لكن أنا بقى عايزة أنبه لحاجة مهمة جدا. فضل. لأنه في ناس كتير بتاخد إن أنا أقول الكلام ده أو تاخد علامة وتبني عليها، تقول لك خلاص أنا مش عايزة. لا، أنا بقول خدي علمي. يعني حطيها في على هامش لحد ما تيجي تصرفات مماثله. لكن احنا ما ينفعش من اول، انا لسه بقول لك علامات. لكن ما ينفعش من حاجه واحده هو عملها اقول خلاص انا مش هكمل معاه. صح. عشان بيقعدوا الناس يقولوا انتوا عقدتوا العلاقات والدنيا كانت ماشيه كويسه، والناس بتطلع تقول والدكاتره النفسيين قعدوا يعقدوا العلاقات ويقولوا ازاي نمشي. لا، احنا ما عقدناش العلاقات. احنا بنشتغل على حاجات بالظبط ممكن تحصل. احنا بنتكلم على الحاجات اللي المجتمع بيعاني منها. السؤال اللي هسأله لحضرتك دكتور وفاء ده مش في السكريبت، يعني مش أوكي. مش في موضوع النهاردة. لكن الحوادث اللي شفناها من قتل الواحد لواحدة بيحبها ورفضته، معلش اون باسون كده هنعدي عليها كده، هل ده كان فيه دلائل ان الشخص ده خطر وان هو عنيف وان هو قد يصدر منه حاجات يعني زي ارتكاب جريمة، وان البنت تكون ما خدتش بالها؟ وايه التصرف الصح لما تاخد بالها؟ يعني اكيد محدش بيصحى من النوم يفكر يقتل. يعني القتل فعل اندفاعي شديد الاندفاعيه، فمحدش بيصحى من النوم يفكر يقتل. اكيد كان في سمات مرضيه سابقه على فعل القتل. طبعا هو فعل اندفاعي، احنا انا ما اقدرش اشخص عن بعد، يعني ده غلط مش كل صح. كيس بس الاندفاعيه موجوده في الطب النفسي، موجوده في علم النفس، بنتكلم عنها ضمن عرض من ضمن امراض كتير واضطرابات كتير. ولكن في اضطرابات
يعني معروفة بالاندفاعية، ونقدر نقول ان هو ممكن يكون عنده الاضطرابات دي، ولكن لانه طبعا ما بيتقبلوش الرفض كمان خدي بالك، فهي السمتين دول خاصين باضطرابات معينة. ولكن الفكرة انه عمل ايه قبل ما يقتل، يعني يسأل في هذا الضحايا. اكيد الضحية شافت انه عمل حاجة فيها اجريشن او فيها عداء طلعها، وهي طنشتها لان مستحيل يفكر يعمل كده. وبعدين دول بيخططوا، يعني بيخططوا، في منهم كان بيخطط لان معاه سلاح، بالظبط، لان معاه حاجه هيموت بيها. الفكره يعني انه لازم يبقى عمل حاجه. طيب، يعني عملت حاجه، رفضت رفض. بصي دايما بيبقى الاحداث الكبيره دي وراها احداث صغيره سبقتها. هي دي اللي انا بسال فيها، بالظبط. عملت حاجه، رفضت رفض كده لطلب طلبه عابر، فطلع عليها عداء. اعرفي ان العداء ده له مراحل، وانه مش هيقف عند فكره التهديد بس. يعني الناس بتاخد التهديد على انه حاجه كده عاديه. أيوة، او بيهوش وعبيط بقى. ده يخليني اسال، ايه الفرق ما بين الاحساس بالحب والتعلق المرضي؟ ما هو برضو التعلق المرضي ده مش صحي، ولا من راجل لست، ولا من ست لراجل. بالزبط. ازاي نفرق ما بين الحب والتعلق المرضي؟ وهل التعلق المرضي له خطوره برضو؟ طبعا لانه الحب ده بيخليكي مرتاحه، التعلق بيخليكي قلقانه. الحب انت بتحبي الشخص ومركزه على السمات بتاعته الجميله اللي انت يعني مش مبهوره، مبسوطه بيها. أيوة. ولكن في التعلق الامر مختلف. الشخص اللي بتقابليه لازم يديكي الاحتياجات اللي انت مفتقداها. لازم بيبقى حد، او في الاغلب بيبقى بنت ما عندهاش ثقه في نفسها، محدش عمره قال لها انها حلوه، او محدش عمره قال لها انها مرغوبه، فهو بيعرف يدخل لها منين. انا على فكره دايما اقول بيسند فايبس كده، مفيش حاجه طبعا غير مرئيه انت بتعتمدي عليها، بس الشخص المؤذي عارف ضحيته، عارف يركز على مين. لو بنت قويه ومش عندها اي ثغرات نفسيه يدخل لها منها، هي مش هدف، هيسيبها ويمشي، مش هتبقى بالنسبه له هدف. لكن البنت اللي دايما عندها مشاكل نفسيه، هو على علم بيها او مش على علم، بيبان البنت بتتصرف بشكل معين، بيبين انها عندها احتياجات، وان انا لو دخلت لها من السكه دي هي تستجيب. فطبعا التعلق بيجي منين بقى؟ من فكره ان انا عمري ما هتحب تاني. عمري ما حد هيجي يعاملني بالطريقه دي تاني. عمري ما حد هيشوفني كده تاني. عمري ما هتقبل تاني، فبمسك فيه. ايوه، لوجيك يعني، بالمنطق. يعني انا لو عارفه ان انا بفكر بعقليه اني مش هشوف مش حد تاني، واحد كويس قوي زيه كده تاني، بالظبط. فبمسك فيه. لكن انا لو فهمت، هي دي بقى على فكره الحيله او كلمه السر في فكره التعلق. لو ساعتها فهمت ان ليه، يعني ليه انا ما اتقبلش، هي مشكله بقى محتاجه علاج نفسي عشان تفهم. صح. انها ممكن تتقبل عادي على فكره، وانت اللي فاكره كده لوحدك. فكره ان انا لا، في غيره كتير، ممكن اتعامل المعامله دي عادي جدا من اي حد تاني. هو هيمشي وهعرف اتعامل مع ناس تانية وقابل ناس تانية يحبوني. وان انا مرغوبة. لو هي عملت كده مش هتتعلق، بس المشكلة بقى ان هم ما بيعملوش ده، لان هي بتبقى في توقيت مسيطر عليها فكرة ان انا وحشة، وان هو ده الوحيد المنقذ. فهسيبه ليه؟ افضل مكلفشة فيه. بالظبط. طيب، يعني ازاي ممكن يحصل الخروج الامن من علاقة يعني تدميرية كده، يعني بيدمروا بعض؟ هل في خروج بطريقة تكون صحية بالنسبة للطرفين؟ خلي بالك دكتور، برضو أنا بتكلم على أن يعني الست تكون شايفة برضو مصلحة الراجل، والراجل يكون برضو شايف مصلحة الست، يعني مش أنا ومن بعد الطوفان. إيه الطريقة المثلى للخروج من العلاقات المشوهة دي؟ هقولك، أنا عاجبني قوي كلمة الخروج الآمن دي. أنا بحييك عليها جدا. يعني ليه بقى؟ لأن أنا دايما بدعم فكرة الخروج الآمن دي. العلاقات يا دينا ماشيه زي الشطرنج كده، واحد زائد واحد يساوي اتنين. في حاجه انت عملتيها، الطرف التاني هيعمل حاجه مقابله او مش هيعملها، فانت هتنسحبي وهكذا. اللي بشوفه بينكتب على السوشيال ميديا او بينكتب في اي حته، اعملي بلوك، اعملي مش عارف ايه، اهربي.
إيه الامور ما بتجيش كده خالص. يعني هي مش انت مش هتقولي لها ده مؤذي فبكره الصبح تهرب، هي ما بتجيش كده. ولكن نعمل ايه؟ نحمي حدودنا النفسيه بس منه. لو احنا عملنا كده هو مش هيلاقي حاجه يتغذى عليه وهيمشي لوحده، وده منتهى النضوج والخروج الامن للطرفين. انا بحمي حدودي النفسيه، ما بسمحلوش يتطاول عليا، ما بسمحلوش يمد ايده عليا، ما بسمحلوش ان هو يتكسر مني او يقلل مني او يقارني باي حد في الدنيا. وده يعتمد كمان ان انا ما استفزوش، يعني ابدا درجات الانسحاب. انا كمان عايزه اقول حاجه مهمه، اني ما اسمحلوش، ويا ريت البنات والستات اللي يسمعوني، ما اسمحلوش يخسرني حاجه. صح، يخسرني شغلي، يخسرني حياتي، دي نختم بيها، ما يخسرنيش حاجه بالظبط. فده انا ما اخسروش حاجه كمان، يعني بلاش الانانيه في التعامل. اوكي، بشكر دكتور وفاء شلبي المعالجه النفسيه، شكرا جزيلا. ميرسي جدا. وباذن الله يكون لنا لقاءات اخرى واطول بقى، ان احنا نبدا نتكلم على كيس كيس بالتفصيل. الرجل الغيور له حلقه، الرجل العدائي او العنيف له حلقه، واللي عينيه زايغه صحيح. اوكي، فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا اليوم في ست الستات، خليكم معانا.